هذا الحشد اللي نعلن عليه إن شاء الله يشارك بتحرير مدينة الموصل. وطبعا هو الحشد هو مسك أرض، وإذا تطلبت الأمور أنه يدخل بالقتال بالخط الأول. نحن نطالب ب 15,000 أخرى أنه إضافية لهذا المدينة، لأنها هي محافظة نينوى ثاني محافظة في العراق. ماذا توقعكم عن بدء عمليات تحرير نينوى؟ والله نتوقعها قريبة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله مستعدين للنصر إن شاء الله بتحرير مدينة الموصل. ونقول لأهالينا في الموصل، أما ننتصر أم نموت، قادمون يا نينوى. حضرنا اليوم هذا المؤتمر المبارك الذي تم فيه إعلان الحشد العشائري لمحافظة نينوى والبالغ عددهم 15,000 عنصر. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا من أجل دخول محافظة نينوى وتحريرها من الأنجاس الكافرين. ونقول لأهلنا في محافظة نينوى البقاء في بيوتهم، وإن الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها هي جاءت لتحريرهم ولمساعدتهم، وإن شاء الله الفرج قريب. نطلب من أخواننا عناصر الأجهزة الأمنية التعاون مع الناس الأبرياء الذين لا تلتقط أيديهم بدماء العراقيين ولم يضعوا أيديهم بأيدي الدواعش الأنجاس. احنا اليوم أكثر استعداد كما عهدناكم قبل، وعاهدتونا أنه تكون معنا مسيرة التحرير. فلاحظتوا من قبل خوض المعارك بقوة ضد عصابات داعش منذ 2014، واليوم احنا أكثر قوة وأكثر استعداد لخوض هذه المعارك. فإن شاء الله هذه المعارك كلها راح تصير سهلة علينا، مثل ما لاحظت من ناحية القيارة تم دحرهم خلال يومين، الشرقات أيضا خلال يوم واحد تم دحرهم بها. فإن شاء الله القادم راح يشوفونه أكثر قساوة عليهم عصابات داعش. فإحنا متهيئين وجاهزين إن شاء الله مع قيادة عمليات نينوى، متحركين باتجاه مدينة الموصل الحبيبة، ونقول لأهل الموصل ابشروا قد جاءكم النصر. الله حنا نبشر أهل الموصل أنه حنا مستعدين لمعركة الكرامة، وهذا يطلبوا منا كل طفل يتيم وكل أرملة وكل إنسان شريف، وأهل الموصل هم أهلنا. المعركة إن شاء الله قريب تبدي، والتحرير قريب إن شاء الله جاي، لكن نطلب الحكومة المركزية بالزيادة الحشد العشائري كالموصل 15,000 مقاتل، والموصل ثاني محافظة بعراق، فنطلب من الحكومة الاتحادية أنه يوسعون هالعدد هذا.